لكم خوتي وخواتاتي، نتمناكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده يا رب. على ام صفاء غنشارك معكم هاد التحليه، ولا كيكه بارده ولا سميوها كي بغيتو، ولا فلو بارد بالكيك تيجي غزال بدون الفرن، تجي رائعه ما شاء الله. والصيف هذا تنقلبوا على شي حاجه بارده ومنعشه، ما عليكم غير تابعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه باش تحصلوا على النتيجه ان شاء الله، وتطبقوا الوصفه هي هذيك وغتنجح معاكم. وساهله بسيطه البنات المبتدئات، ساهله بسيطه. ديسير غزال ترافقوه فوق الديسير، طبق ديال الفواكه تحطوه للضيوف ديالكم، ديروه فرديا، ديروها طرطه كبيره. المهم انا عطيتكم الاختيار، تتجي زوينه يا البنات، تتجي رائعه من عمل كلمه. قطع عليكم وندوزوا للطريقه كيفاش غنحضرها. بسم الله على بركه الله، غزاله يا البنات، غزاله بزاف، رائعه ما شاء الله، شهوه منها. هانتوما البنات شوفوا تبارك الله ما شاء الله، فن يا البنات، هانتوما شوفوا تبارك الله ما شاء الله، تجي رائعه 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 بنعم الكلمه، غزاله 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 غزاله. نتمنىكم تجربوها، تجي فن يا البنات. شهيتكم تصايبوها وتاكلوا نتوما والافراد ديالكم، تجي غزاله نتوما بالفواكه البسكويت، تجي غزاله بنينه يا البنات. ندوزو للطريقه كيفاش غنحضرها وغتعجبكم ان شاء الله. شكرا لكم خوتي وخواتاتي، ما عليكم غير تتابعوا الفيديو ولي لايك وتعليق زوين، ما عليكم دوزو للطريقه ان شاء الله. بسم الله على بركه الله خواتاتي، غنعطيكم واحد الكيك اللي بارد وتيجي زوين، تحليه كيكه سميوها كيما عجبكم. المهم طريقه زوينه ما غتقدروا تصنعوا عليها. عندي هاد الفلو وشفتوها البنات، عندي شاشية هاي محطوط هنا الاستعمال كيفاش ندير بها، ندير منها ربعة الكوس بحال سكرة الحليب فيها بحال نكهة الباني، زوينة البنات هاد الفلو زوين، تيجي واحد المذاق زوين ديال الباني فيه. صافي أنا غنديرها، غندير ندير كيما قلتلكم سكرة الحليب، غنعبها بالكاس العنبة، الكاس الأولى البنات، ونحرك باش ميتكتلش ليا الفلو لتحت، نحرك مزيان عاد نبدا نضيف في الكيس الحليب اللي باقي. الكاس الثاني، الكاس الثالث، الكاس الرابع البنات، سبعة الكيسان. صافي هاد الفلو زوين هذا بدون مشي بدون حتى حاجة، راه فيه السكر، ولا كنتو توفرو على الفلو بلا سكر غديرو يطرات الحليب فيه ثلاثة شاشيات ديال داك الفلو الصغيور، وديرو كاس السكر على حسب الحلاوة. من غندي فوق البوطة حتى يبدا جاب الغليان ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. صافي هنا البنات، هو ماشي بحال النشا، غير بدات جايه فيه الغليه، بدات جايه فيه الغليه وطفيت. غندير هذا البسكوي، اي بسكوي متوفر عندكم. والبنات انا غنديرو سخون وغنضربو غير بهذا الميكسور، هذا هو اللي كاين. انتوما اللي عندكم الماكينه ديال العصير وخفتو عليه، خلي ما تخليوش يبرد بزاف، يبقى شويه وديرو فيه، تكبو فيها الخليط في الكاس. المهم انا غادي ندير هنا ربعه القطعات، غندير ستة، إلا درتو يطرا الحليب غديرو 12، أنا درت غير صفر، درت ست بسكويات، وغنضربهم بهاد الطرابة البنات هاهو شتو، باش يدوب ليا البيمو مع التحلية تكون باقا تقوى. المهم أنا غادي نمشي حدا البريز، بعيد عليا البريز. صافي هنا البنات طحنت الكل، غنبقاو فيه واحد القطعة صغار، معليش درت واحد القطعة الزيت وغنمسح بها المول ديالي، هدا تيهز ليا نص سيطرة. اش قلت لكم العائله الكثيره تضاعف المكونات، والله الا البنات في الصيف هذا تيجي غزال البنات. صافي دهنتو غير بشويه ديال الزيت بحال هكا، ودوز عليها كغطي المطبخ باش يتلمح، باش يعطينا واحد اللمعان. صافي غادي نخوي الكميه النص ديالي هنايا، هانتوما شفتو.
صافي غنخلي حدايا هذه هانتوما شفتوا تبارك الله ما شاء الله. وتنجيب هاد البسكوي ديال التيراميسو والله الا البنات نديرو كيكه بدون كيكه تحليه بدون كيكه هاد البسكوي صافي كندير تهويه درت واحد الربعه صافي ما نفوتوش حيت المول عندي غير صغير وشويه الفواكه انا متوفر عندي مقطعه نتوما الا بغيتو ديروها ديرو بغيتوش ما ديروهاش ماشي مشكل انا متوفره عندي هنايا درت شويه منها باش ما تجيش ثقيله غير شويه ما كثرش وتتجي طبقه بحال الكيك وطبقه بحال التحليه تجي زوينه المهم نتوما صافي نقاد المول ديالي باش ما صافي هي هي البنات تجي غزاله 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 النعمه الكريمه صافي تندير هاد البسكوي باش مابقاش طالع عليا بحال هكا باش يجي كلشي مقاد كتضغطوا عليه شويه بحال هكا باش يجي كلشي يجي مقاد ندور بحال هكا على حسب هاد المول فيه هاد السويويقات هي البنات كيفاش تجي غزاله ندخلها للثلاجه حتى 4 سوايع حتى 5 سوايع حتى تبرد ديروها بالليل والغد تقدموا لوليداتكم مور الغدا ولا في العشيه بارده زوينه بزاف وانايا ما عليكم غير شجعوني وخليوا لي تعليق زوين ولي لايك البنات وبارطاج وعزازيكم بخير هادشي اللي غنقول لكم المهم صافي غادي ندير ليها السلوفان باش ما تشم حتى حاجه من الثلاجه ونخليها حتى تستهمد ما ندخلهاش الثلاجه سخون خليها حتى تبرد شويه ندخلها للثلاجه وملي تبرد نطلعها ان شاء الله تشوفوا الشكل ديالها كيفاش غنزينها غير بقاو معايا صافي نخليها هنايا على جنب ايوا نتلاقاو البنات ملي تبرد هي التحليه ديالتي هي بعد ما بردات خليتها خليوها 6 سوايع خليوها ليله كامله قد ما خليتوها بردات قد ما تجي زوينه المهم صافي غادي نقعد لها غير هاد جوانبها مشتو شي عود ديال الخشب ولا معلقه بحال هكا باش تسهل علينا ملي نقلبوها تقلبينا بسهوله ها انتم شفتوا رفيته حاطه معاكم بشكل اخر المهم ها انتم بحال هكا شفتوا ضروري نزعزعوا لها هاد الجنيبات باش تسهل علينا القلب ديالها تقلبينا بسهوله المهم الاحتياط واجب صافي تنديرها بحال هكا صافي هانتوما البنات شتو هي تتلتصق ما والو غير بشويه نحلوها باش تجي زوين يا خواتاتي تتجي رائعه ما شاء الله تتجي فنه تحليه تحليه بالفواكه وبالكيك هو الكيكه البيمورة بحال الكيك تيجي زوين ما شاء الله انا البنات قطعت الليمون حاولت ندير الديكور نتوما ديروا الديكور اللي عجبكم ديروا الفواكه اللي متوفره عندكم ديروا الديكور كل واحد تيمشي على حسب الذوق ديالو الاختيار ديالو اللي متوفر في الدار عجبكم الديكور ديالي ديروا الكيوي ديروا الفريز ديروا الليمون ديروا اللي متوفر ديروه البنات ليمون والعيش زوين نتوما تبارك الله ما شاء الله تجي تشهيه البنات تجي غزاله عندي صوص شوكولاته ديروا كراميل ديروا الخطوط ديال العسل ديروا اللي عجبكم البنات تجي زوينه ما نقولش لكم تجي رائعه ما شاء الله تجي تتشهي كنتمنىكم البنات تجربوها وتردوا عليا الخبر وخليوا لي في التعاليق قولوا لي كيفاش جاتكم هاد التحليه المنعشه للصيف هذا تجي غزاله تبارك الله ما شاء الله نعمل كلمه ما عليكم غير تشجعوني تخليوا لي لايك وكومونتير زوين وبارطاجيو القناه ديالي مع الاحباب والاصدقاء ديالكم شكرا لكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وديما تشكركم اخوتي وخواتاتي لهلي خطيكم عليا القدام والجداد شكرا لكم بزاف بكم نتوما انا مستمره لهلا خطيكم عليا على التعاليق تخليوا لي شكرا لكم بزاف